المتحدث باسم شبكة شام. أستاذ إبراهيم أهلا بك. إذن يعني كيف تصف لنا ما حدث خصوصا في ظل يعني المخاوف المتنامية من الطابع الطائفي لعمليات الخطف هذه؟ نعم، يعني الشعب السوري بشكل عام لا يود ان تصبح هناك طائفيه في سوريا، ولكن النظام واتباع النظام يقومون بالحملات العشوائيه، يعني النظام يقوم بالاعتقالات المدنيين، وتقوم ايضا الاطياف التابعه لقوات النظام مثل الاطياف الشيعيه الموجوده، وهي مثل قريه الفوعه التي من هذه الفوعه التي تم اختطاف حوالي 24 راكب وهم طلاب واغلبهم من الفتيات، يعني تم اختطافهم اثناء الى مدينه ادلب وهم كانوا الى جامعاتهم، تم اختطاف من قبل اهالي تدل على انهم يعني عذرا لرداءة الصوت محمد الإبراهيم. طيب يعني إذا كنت تسمعني يعني سنحاول مرة أخرى، ماذا حدث في هذه العمليات؟ هل لديك تفاصيل أكثر عما جرى يعني اختطاف الأربع حافلات هذه؟ نعم، يعني كانت هناك أربعة حافلات تقل الطلاب يذهبون إلى مدارسهم ضمن مدينة إدلب، تم التعرض لهم من قبل شبيحة قرية الفوعة الشيعية، تم اختطافهم وكما يقولون بأنهم سوف يهددون أو يفاوضون عليهم عناصر الجيش الحر، يعني بعد أن الجيش الحر اقترب كثيرا وخاصة بعد تأثير مطار العسكري الذي يقع بالقرب ايضا من بلده الفوعه، فان مخاوف اهل الفوعه كانت قد زادت، فبداوا الان بالعمليات الخطف والتشبيح لصالح قوات النظام، فتم خطف هؤلاء ويقولون بانهم سوف يفاوضون عليهم الجيش الحر على انهم. نعم، شكرا لك. شكرا محمد الابراهيم المتحدث باسم شبكه شام في ادلب عبر سكايب، شكرا لك.